السؤال الأول جزاك الله خير يا شيخ. صدق. أتمنى أن يكون توضيحا وليس تلميحا بموقف من يتهم أم المؤمنين بأنها زانية. أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء. الصحابة ديل دافعوا عن الدين وحمول هنا، نحن مش أبسط شيء نقدمه لهم ندافع عن عرضهم؟ مش ده أبسط شيء؟ سأل واحد، سألوا جابوا في قناة من القنوات اسمه صالح بن عواد المغامسي، وللأسف يسألون مثل هذا. رجل يقول الإسماعيلية أو الإباضية، كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. هذه فرصة قدمت لهذا الرجل من أجل الرد على هؤلاء المجرمين الفسقة المعتدين الضالين المضلين المنحرفين المبطلين، وهم الروافض أعداء دين الله وأعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صالح المغامسي بدل أن يغضب لله وأن يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدافع عن عائشة رضي الله عنها وأن يرد على هؤلاء الروافض وأن يوبخهم وأن يحقرهم وأن يذلهم ويذب عن عرض تلك الطاهرة المطهرة، أخذ يعنف على السائل، يعنف على السائل يقول له هل تريد أن تقيم الحجة علي أم لي؟ أنت ماذا تريد؟ تقيم حجة علي أو حجة لي؟ القضية ينبغي أن يكون عقلك ورشدك وفهمك أكبر وأكبر وأكبر من هذا. وذكر ثلاثة أمور مخزية، أنا لخصت كلامه في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن واجب هذه الطاهرة العفيفة وهي أم المؤمنين يا مغامسي أعظم من هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عوام المسلمين في سنن أبي داود حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا إذا ذب عن عرض أخيه من عوام المسلمين، فكيف إذا ذب عن عرض من؟ عائشة رضي الله عنها. ولو كانت المسؤول عنها هي أمك يا صالح، هل كان هذا هو موقفك؟ هل ستقول بأن الناس تكلموا في هذا قديما ونحن نترك هذا الكلام ولا نلتفت إلى هذا والموقف فيه كذا وكذا وكذا، أم أنك ستظل تدافع عنها عن أمك كما يدافع كل مسلم عن أمه؟ فكيف وهي أم المسلمين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده يا جماعة يدل على خذلان هؤلاء الناس لدين الله تعالى. إذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذلكم الجبل لما سئل عن المولد وأراد أن يبين بدعة المولد ذكر الصحابة وذكر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رحمه الله تعالى. ابن باز لم يذكر له الصحابة بسوء، وإنما هو ذكرهم من أجل بيان بدعة المولد أنهم مع حبهم لرسول الله ما احتفلوا، بكى. فكيف إذا ذكرت عائشة في موضع المظلومة المكذوب عليها المفترى عليها وأنت تقف هذا الموقف السلبي الموقف الذي يدل على الخذلان؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم المسلم أخو المسلم إلى أن قال ولا يخذله. الأمر الثاني، قال المغامسي في وقاحة وفي جهل أو تجاهل وفي تعنيفي على هذا السائل، قال أنا لست قاضي حتى أحكم بين الناس، أنا ما أتيت هنا للقضاء، أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء.
أنت لست بقاض، والدفاع عن عائشة لا يحتاج إلى قاض، يدافع عنها عامة المسلمين، بل دافعت عنها ضرتها زينب رضي الله عنها، وهي ضرتها، ومع ذلك اتقت الله فيها. قال رسول الله: يا زينب ما تقولين في عائشة؟ قالت: أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، ما علمت عنها إلا خيرا. برأها الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أنا دائر أعرف، وده سؤال للمغامسي، هل يجهل هذه الآيات؟ هذه الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها ووصفت الذي يأتي بالكلام السيء فيها أنه جاء بالكبر، تولى كبره، وأن له عذابا عظيما، هل يجهل هذه الآيات؟ لماذا لا يذكرها للناس؟ وهل لها وقت معين؟ لأنه قال الكلام ده، وده الموقف الثالث يا جماعة، دي المسألة الثالثة. قال: قد سبق بهذا الكلام قبلنا أقوام أو رجال، ناس قال، وهؤلاء الناس قالوا هذه الكلمة كفر، يعني كفروا الذين طعنوا في عائشة في عرضها. قال: ومع ذلك أخطأوا، خطأهم، خطأ العلماء السابقين المغامسي. لماذا أخطأوا؟ قال: نستفيد من خطأهم بهذه اللفظة، وأنه لم يقل الحكم، وأنه لم ينطق بكلمة الكفر. هذا أمر استخدمه غيري عشرات السنين، مئات السنين. ماذا جنوا؟ ما جنوا إلا زيادة في تمسك القوم بأمرهم. الإنسان يستفيد من أخطاء غيره. ما هو خطأهم؟ خطأهم أنهم كفروا الذين طعنوا في عرض عائشة. لماذا لا يكفرون وهم يصادمون خبر القرآن؟ الطيبات، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. الذين لا يبرئونهم كفار، لأنهم ما صدقوا القرآن بل كذبوا القرآن. وإذا كان رسول الله أطيب الناس فكيف لا يظن بل لا يعتقد الطيب في زوجاته؟ قال: أنا ما قاضي، ما أحكم بين الناس، أنا ما قاضي عشان أحكم. تحكم في عائشة رضي الله عنها؟ أنت حكمت على الشخص ده، وحكمت على الأئمة، وإن لم تسميهم، من الذين كفروا الروافض؟ من الذين ردوا على الروافض؟ أمثال أحمد، أمثال الشعبي. قال الشعبي: قال: سمعت صوت رجل من الجن، ذكر ذلك ابن كثير، سمعت صوت رجل من الجن، أو نقل قصة ذكرها ابن كثير في تفسير الآيات قد أوحي إليك، وفي تفسير قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. قال: اشترى رجل دارا مهجورة، فلما أتى إليها وضع الطعام وكان فيه من الرز، قال: فكان يحمل اللقمة فينقص من الإناء ومن الصحفة لقمتان، فإذا به رجل من الجن يأكل معه. قال: فكلمه، قال: ما هذا؟ قال: أنا من الجن. قال: هل لكم طوائف؟ قال: نعم، وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. قال: من أخبث الطوائف؟ قال: الروافض، الجن. أنت تخطئ أولئك العلماء، أمثال ابن تيمية رحمه الله، أمثال ابن القيم رحمه الله تعالى. بل سئل من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، وهذا مسجل، قالوا له: بعض الناس لا يكفر عوام الرافضة. قال: دعونا من هذه الفلسفات، هؤلاء جميعا سواء، أو هؤلاء جميعا حكمهم. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. إنسان يقول بتحريف القرآن، يطعن في أبي بكر وعمر، ويلعن أبا بكر وعمر، ويطعن في عرض عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة، وأنت تتورع أو تتحاشى أو تستنكف أن ترد على هؤلاء وتقول بأني لست من القضاء. أنت لست قاض، لكنك وضعت نفسك في موضع
يجب عليك بيان الحق. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. أسأل الله أن يلجم هذا الرجل في الدنيا فلا يتكلم حتى يتعلم العلم الصحيح وينطق بالحق ويتوب مما جنى، وإن لم يتب من هذا الكتمان أسأل الله يلجمه بما يستحق يوم يلقاه. هذا المخذل المخذول القبيح قبحك الله.